السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ في بداية والله صل على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا نبي. مقطعنا اليوم عن التغيرات الجديدة اللي صارت في منطقة وادي الشقة. عندنا وادي الشقة تنقسم لقسمين، عندنا القسم الأول هذا وهذا القسم الثاني. اللي تغير معانا القسم هذا، تمام، وحيتغير لأربع أشكال. فعندنا حوريكم الأربع الأشكال الآن. هذا الشكل الأول اللي هو نفس نظام الشعب المرجانية زي ما انتم شايفين. اما المنطقة الثانية حتجي زي ما هي، يعني ما حتتغير. طب خليني اوريكم الثلاث الاشكال الثانية. طيب هذا عندنا الشكل الثاني، وهذا الشكل الثالث. وهذا الشكل الرابع زي ما انتم شايفين.